بحث مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة، ووافق المجلس نهائيا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. نتابع. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث وافق على إحالة عدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم العمل الأهلي. إن منظمات المجتمع المدني وجمعياته الأهلية تحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، والتي أقرها دستور 2014 في مادته رقم 75، حيث منح الحق للمواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وكفل لها شرعية الوجود والعمل بحرية تامة في إطار أحكام القانون. نوافق على مشروع المقدم من حيث المبدأ، ذلك أن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيلاً لنص دستوري وهو نص المادة 75. وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على مشروع القانون المقدم والذي جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون. من حيث المبدأ أنا أوافق على مشروع القانون، وبتوجه بالشكر لزميلي النائب محمود ترك أنه بادر بتقديم هذا المشروع، وكذلك للحكومة التي تبنت هذه الفكرة. ووافق المجلس على مشروع القانون، خاصة أن التعديلات تهدف إلى إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها. كما استكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث جرى مناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة 118 قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة على أن تستكمل باقي المواد في جلسة جديدة.